ونفتح الآن ملفنا الثاني من الرياض، والذي نتناول فيه الليلة زيارة ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان للقاهرة، زيارة بحث خلالها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومسؤولين مصريين عددا من الملفات الإقليمية. حضور محمد بن سلمان لحفل تخريج دفعة جديدة من الكلية الحربية بعث برسالة واضحة مفادها أن القاهرة والرياض معا في مواجهة التحديات، وأنهما مصممان على ضرورة زيادة التنسيق والتعاون السعودي المصري لمواجهة التحديات. للمرة الثانية تستقبل القاهرة ضيفها السعودي، إلا أن زيارته في هذه المرة مختلفة وبثقل أكبر. في المرة الأولى حل الأمير السعودي محمد بن سلمان ضيفا على قاعات الشرف المصرية بصفة وزير للدفاع، وكان ذلك في شهر أبريل الماضي. حينها وفي ختام لقاءاتهما أكد الطرفان على متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، وشددا على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق المستقبلي بينهما. الموقف ذاته يتصدر عنوان الزيارة الجديدة للأمير السعودي إلى القاهرة، وهي الأولى له منذ تولي منصب ولي العهد. عنوان الزيارة الأساسي تلخصه عبارة واحدة: بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في الملفات كافة. في تأكيد متجدد يصر عليه الطرفان على الرغم من بعض التقارير الإعلامية التي تحدثت عن وجود بعض من التباين بينهما. ليس من باب الصدفة اختار ولي العهد السعودي بدء زيارته إلى القاهرة من مشاركة الرئيس المصري مراسم حفل تخريج طلاب الكلية الحربية، صور إنما تؤكد على عزم الطرفين على تعزيز التنسيق وفي مقدمته التنسيق العسكري والأمني. يعني مصر والسعودية هم جناح الأمن القومي العربي، ومعا نستطيع أن نجابه هذه التحديات. موقفاً التزمت به القاهرة منذ البداية بانضمامها إلى مظلة التحالف العسكري الذي تقوده المملكة في اليمن. القوات المصرية سجلت حضوراً ودوراً ثابتاً لها في تحركات التحالف منذ بدء العمليات العسكرية بتأمينها للجوانب البحرية. مصير ومستقبل العمليات القتالية في اليمن ملف يتصدر بلا شك في المرحلة الراهنة المباحثات بين الطرفين، إلا أنه ليس الملف الوحيد بالتأكيد. قبل أسبوع أكد الطرفان في مؤتمر صحفي عقده وزيرا خارجية البلدين في العاصمة السعودية على التنسيق المستمر والتوافق بينهما في مختلف قضايا المنطقة. في تلك الزيارة نقل وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى الرياض رسالة مباشرة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تؤكد حرص القاهرة على تدعيم العلاقة الاستراتيجية والتكامل والتضامن بين العاصمتين، وهو تقارب تعي أطراف المنطقة ككل ضرورة وحتمية إنجازه ودعمه كسبيل وحيد لحل حالة الملفات الساخنة التي تضج بها خارطة المنطقة ضمانا لاستقرارها. من اليمن جنوبا إلى إيران شرقا وسوريا والعراق شمالا، خارطة واسعة قد تتغير تحالفاتها ومحاورها الدولية، إلا أن مصلحة أصحابها لابد أن تتفق على الاستقرار ونبذ الخلافات. وللحديث بشكل موسع حول هذا الملف ينضم إلينا في الاستوديو رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الملك سعود الدكتور إبراهيم النحاس. مرحبا بك دكتور إبراهيم. ودعني أسأل ونتساءل، ما دلالات هذه الزيارة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع إلى مصر في هذه الأوقات؟ نعم، شكرا أستاذ حمد على هذه الاستضافة. طبعا ولي العهد يمثل الرجل الثالث في الدولة من حيث التراتبية السياسية، ومصر أيضا تمثل الدولة أيضا الكبيرة العربية. وكما قال الرئيس السيسي، الدلالات بأنه رسالة للعالم أجمع، رسالة للدول الإقليمية، رسالة للجماعات والتنظيمات الإرهابية بأنه الأمن القومي العربي تقف عليه هاتان الدولتان وتدعمه هاتان الدولتان الكبيرتان، ومن مبدأ القوة وليس من مبدأ الضعف وعلى أعلى المستويات. وهذه رسالة أيضا مباشرة وخاصة في هذا الوقت كما تفضلت، وهي مهمة جدا لمن يقول بأن السياسة السعودية تغيرت تجاه الدولة المصرية. هذه الزيارة التي يمثل بها الأمير محمد بن سلمان الدولة السعودية ويمثل خادم الحرمين الشريفين بشكل مباشر، تقول للعالم بأن السياسة السعودية مع السياسة المصرية هي كما كانت في مراحل الماضية، وسوف تظل وسوف تبنى أيضا في مراحل أقوى. وأيضا النقاط المهمة جدا بأن هذه الزيارة ليست الأولى لقيادات سعودية وحضور أيضا هذا التشريف العسكري على سبيل المثال بتخريج دفعات معينة، وإنما سبقه أيضا في الأعوام الماضية منها زيارات الأمير سلطان رحمة الله عليه لمثل هذه المناسبات العسكرية الكبيرة أيضا.
طيب يعني مع ازدياد الحديث عن ربما تغير في نوعية العلاقات ما بين البلدين أو حتى فتور هذه العلاقات، الآن الملاحظ خلال الفترة الماضية هناك حراك سياسي قوي جدا بين البلدين ربما لم يشهد له مثيل في الفترات الماضية. نعم، هو هذا التغير في السياسات هو تغير فقط من قبل من يتمنى تغيير السياسات، السعودية تجاه مصر على سبيل المثال، وكأنه عندما أتى عهد الملك سلمان بيتغير عن عهد الملك عبدالله، وهذا غير صحيح، لأنه الملك سلمان تاريخيا هو رجل دولة ورجل صانع قرار منذ عهد الملك فيصل وما بعد ذلك، فما بالك وهو الآن في سدة الحكم. فهي السياسة السعودية سياسة مستمرة، وتريد أيضا أن تقول للعالم بأنه ما لا يمكن تفريق هاتان الدولتان بشعارات هنا وهناك أو بدعاوى هنا وهناك، التحديات واحدة للدولتان، لا يوجد استثناءات من هذه التحديات، الإرهاب يضرب الجميع على سبيل المثال، فبالتالي الجميع يجب أن يواجه هذه التحديات، التدخلات الخارجية تواجه دول المنطقة جميع، فبالتالي المملكة ومصر تعملان على هذه السياسة الموحدة، وبالتالي نحن نتحدث عن بناء استراتيجي للمرحلة المستقبلية وليس التحدث عن مسائل ثانوية هنا وهناك. هل بناء هذه الاستراتيجية دكتور إبراهيم يعني ينضوي تحت مظلة بأن السعودية ومصر في هذه الفترة الحالية مع التغير السياسي والجغرافي في المنطقة هما ميزان القوى؟ لا شك في ذلك بالنسبة للعالم العربي وأيضا بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، هاتان دولتان تمثلان الثقل العربي بجميع المستويات، إن من الناحية العسكرية أو من الناحية الاقتصادية والمادية أو حتى من الناحية التمثيل الدولي، وهما أيضا دولتان كبيرتان توازنان تركيا وإيران في هذه المنطقة الكبيرة جدا، وبالتالي وقوفهما مع بعضهما البعض سوف يعطيهما ثقل كبير جدا لصالح الدول العربية ولصالح المنطقة العربية وفي مواجهة التحديات المتصاعدة من الدولة الإيرانية، وأيضا في محاولة لبناء استراتيجية معينة مع الدولة التركية، فبالتالي نعم هما ثقلان كبيران جدا لا يمكن استهانة بهما. والشاهد في ذلك أنه حتى المستويات الغربية تدفع بهذا الاتجاه، والرئيس أوباما عندما يزور هو زار المملكة وزار أيضا مصر كدولتان كبيرتان في هذه المنطقة ولم يزور دول أخرى. طيب يعني في قراءة تحليلية بسيطة صح التعبير لهذه الزيارة، هي شملت أجندة عمومية سياسية عسكرية أمنية أيضا كانت ثقافية واقتصادية، ولكن دعنا نأخذ مثلا على سبيل المثال المؤتمر لوزير الخارجية السيد سامح شكري تحدث من أنه البلدان السعودية ومصر يعملان على مصلحة الأمن القومي. نعم. وليس على بلد على حساب آخر أو حتى البلدين فقط بدون الدول الأخرى. ما دلالات مثل هذه التصريحات حينما تأتي على رئيس أو على لسان وزير الخارجية؟ نعم، الدلالات أنه لا يمكن أن يصرح وزير الخارجية إلا أن هناك قرار سياسي من قبل القيادات بشكل مباشر، وبأن هذه الاستراتيجية تسير باتجاهات البناء، والتعاون السعودي المصري على سبيل المثال في المسألة اليمنية هو شاهد مباشر بأن هناك عمل كبير أيضا فيما يتعلق بهذه المسألة، والقضية الأخرى أيضا القضية الإرهابية، المسائل الأخرى تتعلق بالتدخلات الخارجية للدول الأجنبية، ونعلم التدخلات الإيرانية، وكان للرئيس السيسي حقيقة خطاب جيد جدا في أبوظبي في مرحلة معينة عندما قال بأنه لا يمكن المساس بأمن دول مجلس التعاون أو بأمن الخليج العربي على سبيل المثال. هذه دلالات مهمة جدا تدل بأنه الرسالة واضحة لا يمكن التشكيك بها، والشائعات التي تطلق من هنا وهناك من قبل المغرضين بأنها فعلا ما هي هدفها إلا من قبل إما مندسين أو عملاء لدول أخرى أو أيضا من الذين يريدوا أن يبثوا الوهن لهذه الدول، وهذا إن شاء الله لننجح العالم العربي في مرحلة صعود وهذا ما نتمناه. طيب أيضا يعني حينما يصرح الوزير الخارجية المصري من أنه تم التباحث حول تفعيل العلاقات الدولية ما بين البلدين، بمعنى أنه هذا الموضوع فعلا طرق ما بين السعودية ومصر للوقوف ربما في وجه بعض التحالفات الدولية التي وقفت في الصف العربي في الفترة الماضية. نعم، التنسيق بين الدول العربية مطلب رئيسي جدا، لأنه نحن مستهدفون، فإذا ما استهدفت مصر فالدول العربية الأخرى كذا والسعودية كذلك، فبالتالي المسألة لا تتعلق بحدود الدولة وإنما بأمن قومي عربي. نشهد تكتلات معينة، على سبيل المثال هناك تكتل صاعد في تقود روسيا في المنطقة تريد أن تذهب له الدول الإيرانية على سبيل المثال. فإذا لم نتنبه من الآن تجاه هذه التحركات في السياسة الدولية فإننا سوف نقع ضحية لمسائل معينة في المستقبل، أضف إلى ذلك الكيان الصهيوني وما يمثله من تحدي كبير بالنسبة لنا في هذه المنطقة، التقلبات التي تحدث من قبل الجماعات الإرهابية، هذه أيضا مسائل مهمة جدا، يجب أن يكون هناك بناء سياسي وبناء قومي عربي. وما يميز مثل هذا التصريح حقيقة بأنه لا يكفي البناء المرحلي الماضي، وإنما يجب أن نذهب باستراتيجيات معينة هذا ما نهدف له في المستقبل، وليس نقف عند النقطة التي بنيت في المرحلة الماضية ونقول كفى.
طيب أيضا يعني في الأمس القريب كان هناك مؤتمر لوزراء الخارجية السعودي والمصري في جدة وتحدث ربما في مواضيع مشابهة. هل يعني إن صح التعبير نقول بأن هذه الزيارة محمد بن سلمان أكملت الزيارة التي كانت في الأسبوع الماضي لوزير الخارجية والتقى ولي العهد وأيضا ولي العهد هنا في السعودية؟ نعم هي قد تكون مرحلة تمهيدية مثل كما تفضلت هذا اللقاء وكانت مؤشر مهم جدا بما صرح به معالي وزير الخارجية عندما قال بأن السياسة السعودية تجاه مصر ثابتة، الدعم للدولة المصرية على جميع المستويات ثابت، والجماعة الإرهاب ومواجهة هذا الإرهاب أيضا ثابت. فبالتالي عندما يذهب الأمير محمد بن سلمان مثل هذه الزيارة فهو يقول بأنه هذا هو الدليل على الاستمرارية وليس ما يقال عبر الشائعات هنا وهناك. أيضا يعني حديث السيد عادل الجبير وزير الخارجية السعودي من أنه ما تقوم به مصر يكون بالعلم لدى السعودية، وربما كان هذا حديث ردا على ما استضافته مصر للمعرض الذي كان لبعض القيادات اليمنية في فترات ماضية. نعم أو بعض من يقول بأن مصر لم تفعل الكثير بالدولة اليمنية وهذا غير صحيح. تقصد في قوات التحالف؟ في قوات التحالف وهذا غير صحيح لأن ما طلبته المملكة نفذته الدولة المصرية من مبدأ الأمن القومي العربي، ولا يمكن التشكيك تاريخيا حقيقة بمثل هذه العلاقات. في وقوف المملكة على سبيل المثال في عام 73 في حرب أكتوبر، وقوف مصر في عام 90، وقوفنا مع بعضنا البعض بعد أحداث 11 من سبتمبر، وقوف الملك عبد الله رحمة الله عليه في الأحداث الأخيرة في الدولة المصرية، وقوف الملك سلمان أيضا عندما دعا أيضا عبر مؤتمر القمة لإنشاء أيضا قوة عربية مشتركة. هذه دلالات مباشرة. نحن في العالم العربي نحتاج من الرأي العام حقيقة فقط أن يشاهد الوقائع ولا يستمع إلى التكهنات أو ما يأتي به الإعلام المعادي للأمة والوحدة العربية. طيب يعني إن كان نختم بهذا الحديث، ما الذي تحتاجه مصر في الفترة القادمة لكي تصبح أيضا هي دولة قائدة؟ نعم مصر الدولة التي خرجت من أزمات كثيرة جدا، هي نعم في حاجة إلى أن تمارس البناء الاقتصادي في أعلى مستويات وتتبناه، وأن يكون فعلا محاربة الأمور التي تؤدي إلى تعطيل التنمية في الدولة المصرية، لأنه من غير التصحيح الاقتصادي على سبيل المثال الذي أيضا يأتي ثمرته من قبل أيضا الدول الداعمة فإن مصر سوف تعاني. نحن نقول بأن مصر سوف تذهب بعيدا لأن هناك خطط جيدة تعمل بها، وهناك أيضا دعم خليجي وعربي كبير جدا للدولة المصرية. نتمنى أن تكون مصر كما كانت في المراحل الماضية من أعمدة القوة العربية ومن أعمدة الرأي العام العربي ومن أعمدة أيضا الاستقرار في المنطقة. شكرا لك الدكتور إبراهيم النحاس رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الملك سعود، كنت ضيفا معنا في هذه الحلقة. شكرا لك.